بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب السواك الرطب واليابس للصائم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب السواك الرطب واليابس للصائم، وذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الآثار. قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشتاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطهرة للفم مرضاة للرب. قال عن السواك: قال: مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة رحمه الله: يبتلع ريقه. ثم توقفنا عند هذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن حمران رحمه الله قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: السواك الرطب واليابس للصائم. وذكر هذه الرواية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاء بماء وبين لهم كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم تمضمض واستنثر. يبقى بيستعمل السواك الرطب واليابس للصائم، لا حرج في هذا الأمر، لا حرج في استعمال السواك الرطب. قال في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر، أي تمضمض واستنشق واستنثر. يبقى الماء عند ذلك هذا ماء بيتمضمض بذلك الماء، ويبقى ده ماء، وعلى ذلك يرطب حلق الإنسان وفم الإنسان. وكذلك لم يفرق في مسألة الوضوء بين الصائم وغيره، بين الصائم وغيره لم تختلف هيئة الوضوء من صائم إلى غيره، ولكن كان صائما أو كان مفطرا في كلا الأحوال فيها المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وكذلك أيضا فيها استعمال السواك، لأن الشارع لم يفرق بين الصائم وغيره في استعمال السواك. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. يبقى بيستعمل السواك عند كل وضوء ولم يفرق بين الصائم وغيره. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم، سواء كان بسواك رطب أو بسواك يابس. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. يبقى كل الأحاديث بتدل على استعمال السواك سواء كان الإنسان صائما أو كان مفطرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك السواك كما قال عامر بن ربيعة
رضي الله عنه، ولم يفرق بين إن كان صائما أو كان مفطرا، وكذلك لم يفرق بين السواك الرطب والسواك أيضا اليابس. في كلا الأحوال استعمال السواك سواء كان رطبا أو يابسا، سواء كان صائما أو كان مفطرا، فالصوم لا يمنع من استعمال السواك. وذكرنا أن البعض قال يستعمل السواك حال الصيام حتى الزوال، بعد الزوال لا يستعمل السواك. قلنا لماذا؟ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وبالتالي قالوا حتى لا يزيل هذه الرائحة، لا يزيل هذه الرائحة. ولكن كما بينا أن هذه الرائحة لا تصدر من الفم، ولكن هي عبارة عن أبخرة بتتصاعد من المعدة كنتيجة لإخواء المعدة، فيتصاعد منها الأبخرة، وبالتالي منفذ هذه الرائحة لم ينقطع. ولكن السواك كل ما في المسألة نحن بنستاك، قد يمنع هذه الرائحة قليلا أو يقلل من هذه الرائحة الصادرة من الفم قليلا، لكن لا يمنعها ولا يقطعها. قلنا لماذا؟ لأن مصدر هذه الرائحة هي المعدة، يبقى أبخرة تتصاعد من المعدة. قلنا خاصة كلما اقترب الإنسان إلى المغرب مع خواء المعدة يتصاعد هذه الأبخرة ويظهر هذا الأثر في من فم الإنسان، يظهر هذا الأثر من فم الإنسان. فإن استاك بعد الزوال فهو لا يقطع هذه الرائحة أبدا، لا يقطعها، وبالتالي استعمال السواك سواء قبل الزوال أو بعد الزوال في كل الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء، وكذلك عند كل صلاة. وكذلك السواك سنة مطلقة، ما تستاك الإنسان فقد أصاب السنة. والشارع لم يحذر من استعمال السواك حال الصوم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك وهو صائم. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب السواك الرطب واليابس الصائم، وأنه لا حرج من ذلك الأمر. وبالتالي لو اعترض إنسان في استعمال السواك الرطب للصائم قال فإنه بيتمضمض حال الوضوء، يتمضمض. قلنا قد يتمضمض الإنسان حتى لو لم يكن في حاجة الوضوء، حتى لم يتوضأ، يبقى مجرد المضمضة يبقى أباح لنا الشارع ذلك الأمر. قلنا حتى يرطب فم الإنسان إن كان به جفاف في حلق جفاف فاحتاج إلى ترطيب الفم جاز له أن يتوضأ، حتى لو لم جاز له أن يتمضمض، حتى لو لم يتوضأ يبقى جاز مسألة الوضوء. وجاز أيضا غسل التبرد كما ذكرنا في التراجم السابقة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره، ولم يميز بين الصائم وغيره. يبقى إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. يبقى استنشاق في حال الوضوء يبقى بنستنشق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لقيط بن صبر رضي الله عنه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يبالغ كده يبقى جذب الماء بقوة عند الاستنشاق، يبقى جذب الماء إلى الداخل بقوة، وأيضا الاستنثار يبقى دفع الماء الذي جذبه في أنفه، يبقى الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف ويكون بقوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق، ولكن قال إلا أن تكون صائما. يبقى في حال الصوم حنستنشق ولكن لا نبالغ في الاستنشاق، يبقى جذب الماء إلى داخل الأنف ولكن ليس بالقوة التي نفعلها في غير الصيام، لكن لم يمنع من المضمضة والاستنشاق والاستنثار يبقى حتى حال الصيام. فقال ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن رحمه الله لا بأس بالصعود للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي من فيه، ولا يمضغ العلك فإن ازدرى ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ثم ليستنثر، يبقى بيقوم بجذب الماء بقوة إلى داخل الأنف، ده الاستنشاق، ده الاستنشاق. بينا قبل ذلك أن في مسألة المضمضة يبقى إدارة الماء داخل الأنف الفم، إدارة الماء المضمضة يبقى إحنا إدارة الماء داخل الفم
ان البعض لما بيجي يتوضا يضع الماء في فيه ثم يقوم بلفظه، لكن لا، ده المضمضه اداره الماء. قلنا كحال الانسان لما بيطعم طعام ثم يقوم بغسل الفم، ماذا يصنع؟ يبقى بيدير الماء داخل الفم، فكذلك المضمضه، يبقى المضمضه اداره الماء داخل الفم ثم يقوم بعد ذلك بلفظه. الاستنشاق والاستنثار يبقى دفع او جذب الماء بقوه الى داخل الانف، ثم استنثار يدفع ذلك الماء خارجا من الانف. فقال الحسن رحمه الله: لا باس بالصعود للصائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل. يبقى لا باس بالصعود للصائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل. بينا ان مساله الاكتحال لا حرج فيها، قلنا لان العين ليست بمنفذ طبيعي الى المعده، الى حلق الانسان، ليس بمنفذ طبيعي، غير مساله الفم وغير مساله الانف. يبقى الانف ده منفذ طبيعي الى المعده، الفم منفذ طبيعي الى المعده. وبيتكلم قال لا بس صعود للصائم، يبقى التنقيط في الفم، التنقيط في الانف، هل يا ترى يستعمل هذه القطره للانف؟ وبالتالي قال يعني بيمنع من ذلك العلماء، ولكن قيد المسألة قال لا بأس بالصعود للصائم إن لم يصل إلى حلقه، إن لم يصل، يبقى ده دواء. وقلنا إن الأنف أساسا منفذ طبيعي إلى المعدة، فلو كان يستعمل ذلك الدواء في الأنف إن لم يصل الحلق جاز له ذلك الأمر، لكن إن وصل الحلق يبقى يمنع من هذا الأمر. قلنا لأن ده حاله حال التنقيط في الفم، يبقى حال التنقيط في الأنف هو حال التنقيط في الفم، وبالتالي يمنع من الفم ويمنع من الأنف. وفي الأنف كما قال حسن رحمه الله يبقى لا بأس بالصعود للصائم إلا ما يصل إلى حلقي. يبقى معنى كلام قيد المسألة، طب لو كان حيصل إلى حلقي يبقى يمنع من ذلك الأمر، يمنع من هذا الأمر. قلنا غير القطرة في العين أو القطرة في الأذن يبقى لا حرج، أو الاكتحال، يبقى دي كلها ليست بمنافذ طبيعية إلى الفم، ليست بمنافذ طبيعية إلى المعدة، يبقى لكن غير الأنف وغير الفم دي منافذ طبيعية، وبالتالي يمنع من ذلك، إلا أن هو كما قال لا بأس الصعود للصائم إلا ما يصل لحلقه ويكتحل. وقال عطاء رحمه الله: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه؟ يعني بيتكلم على مسألة المضمضة، يبقى الإنسان بيتمضمض ويمج ذلك الماء، يمج يبقى بيلفظه خارج الفم، بيجد ترطيب يعني هذه المضمضة فيه، يبقى في فمه، يبقى لا حرج من ذلك الأمر، طالما أنه جمع يبقى في الوضوء بنجمع الماء ثم أقوم بمجه بلفظ كده من الفم، بجد ترطيب الوضوء، فعلى ذلك لا تظن أن هذا ماء تبقى، هذا ليس بماء تبقى، ولكن دي مسألة أثر هذا الماء كنتيجة المضمضة، يبقى بيحدث ذلك الترطيب في الفم، فقد يظن الإنسان أن هذا أثر للماء، ده أثر الماء، لكن هو لم يتبقى من الماء شيء، فلذلك قال: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه؟ يعني لو هو تبقى ماء نقوله، لكن هو لم يتبقى شيء. يبقى في مسألة المضمضة يبقى بندير الماء داخل الفم ثم أقوم بمجه بلفظه، يبقى بعد تجميع الماء يبقى خلاص هي مرة واحدة، يعني يقول لك طب نكرر ذلك الأمر، بعد يكرر هذا الأمر حتى يحدث الجفاف في حلقي، نقول لا، ليس هذا مطلوب، ده أنت بتشق على نفسك، ده مشق ده أو أن الإنسان بيشق على نفسه في ذلك، لكن هو بنحتاج إلى مج الماء بعد تجميعه في الفم مرة واحدة، نلفظه مرة واحدة، وبعد ذلك لا تنظر إلى أثر يعني هذا الماء نتيجة المضمضة من ترطيب الأنف، ترطيب الفم، ده أمر مطلوب، ولما بيشعر الإنسان بجفاف في حلقه بيتمضمض حتى لو لم يتوضأ، مجرد المضمضة. يبقى نقول ليه؟ حتى يكون ذلك الأثر من استعمال الماء هو ترطيب الفم. قال: ولا يمضغ العلك، فإن ازدرى ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه. يبقى العلك دوت اللي هو زي اللبان، بس ما بيكونش ليه طعم، وكذلك لا ينفك منه شيء. يبقى لما يكون العلك دوت اللي هو زي اللبان
يبقى لما بينضغ الإنسان حال الصيام طالما أنه ما فيش طعم بينفك منه، وكذلك أيضا لا ينفك منه أي جزء حتى لو كان يسير، فلو ندغ ذلك العلك يبقى قال أنه لا يفطر، لا يفطر. يبقى الكلام ده هو طالما لم يتحلب منه شيء، يعني أول حاجة ملوش طعم أساسا، والأمر الثاني إن هو متماسك لا يتفتت، لا يتفتت. يبقى بيتكلم على مسألة حكمية، طبعا البعد عن ذلك هو أولى بعد، لكن هو بيتكلم على مسائل أحكام، الفرق ما بين الأحكام وبين يعني ممارسة الإنسان لهذا الشيء. ففي الحكم كده طالما أنه لا يتحلب منه شيء، فكش منه لا رائحة يعني لا طعم أساسا، وكذلك بيبقى متماسك لا يتفتت منه شيء، يبقى على ذلك جاز هذا الأمر، جاز. قال ولا يمضي العلك، فإن اصدر أريق العلك لا أقول أنه يفطر. طب لو هو يعني نقول المتحلب منه، يبقى طالما أن ما فيش طعم منه يبقى ماشي، فنقول ده بيحدث جريان الريق من استعمال هذا اللبان، يا ترى يجوز؟ نعم يجوز. يبقى على ذلك يبقى بيساعد على جريان الريق، ولكن بشرط ألا يتحلب منه شيء، يعني لا فيه طعم ولا بيتفتت، ولا بيتفتت، ولكن ينهى عنه، ولكن ينهى عنه. دايما مطلوب سد الذريعة، يعني مطلوب سد الذريعة. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك، يبقى هو بيستنشق كده بس بشرط ألا يبالغ في الاستنشاق. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يبقى في حال الصيام لا أبالغ في الاستنشاق، لا أبالغ. في البعض قال لو بالغ في الاستنشاق ثم انسلت قطرة إلى داخل حلقه أفطر بذلك، قالوا أنه مخالف، يعني ده خالف للسنة، السنة قالت وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فجانب العلماء قالوا لو بالغ في الاستنشاق حال الصيام وانسلت قطرة إلى حلقه أفطر بذلك. لماذا أفطر؟ قال أنه خالف، أنه خالف. لكن كما يقول في هذه هذا الأثر فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك، لكن لو انسلت نقول يعني دون تعمد يبقى عند ذلك الصوم ما زال قائما، لا يفطر بذلك الأمر، لا يفطر حتى لو بالغ في الاستنشاق. يبقى ده جانب آخر، قال لو بالغ في الاستنشاق ولم يتعمد أن تنسل قطرة من هذا الماء إلى حلقه يبقى لم يفطر بذلك. والبعض قال نتيجة المخالفة أفطر كنتيجة للمخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق حال الصوم. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي، قال باب إذا جامع في رمضان، قال باب إذا جامع في رمضان. والباب أيضا التالي لهذا الباب، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه قال فليكفر. وكذلك الباب الثالث، باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. كل هذه التراجم بتكلم على مسألة وقوع الرجل على امرأته في رمضان. فقال إذا جامع في رمضان، ويذكر أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أن يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضيه صيام الدهر إنصاما. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد رحمه الله يقضي يوما مكانا. ثم ذكر رواية عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خيلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه احترق، قال مالك؟ قال أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل يدعى العرق، فقال أين المحترق؟ قال أنا، قال تصدق بهذا. يبقى ده وقع على امرأتي في نهار رمضان. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بهذا الأثر، ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض، يعني تعمد الفطر بصفة عامة، سواء أفطر أكل شرب استقاء عمدا أو جامع، يعني الكلام ده مش متوقف على مسألة الجماع فقط، ولكن هو تعمد إفساد هذا اليوم، يبقى بطعام بشراب تعمد القيء أو بالجماع، يعني دي كلها
مفسدات للصيام. فقال من أفطر يوم رمضان من غير عذر ولا مرض، يعني هو ملهوش أساسا عذر في ذلك، يبقى نتيجة مثلا سفر أو نتيجة مرض، فعلى ذلك لم يقضيه صيام الظهر وإن صام. يعني ده بيبين يعني عظم ذلك الجرم، أنه انتهك حرمة هذا اليوم بفطره عمدا من غير عذر ولا مرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضيه صيام الظهر وإن صام. وبه قال ابن مسعود، وبه قال ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يقول بهذا القول، ثم ذكر كلام آخر وقال سعيد المسيب والشعبي وابن أخو جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانا. يبقى أفطر يوم، يبقى تعمد الفطر في رمضان، يبقى يقضي يوما مكان ذلك اليوم. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضيه صيام الظهر وإن صام، قالوا ده بيان للمبالغة في هذا الأمر، وأنه فضيلة هذا اليوم فات عنه، ولو صام يعني الظهر بأكمله يبقى لا يستطيع الوصول لهذه الفضيلة. وده بالإضافة لانتهاك لحرمة هذا اليوم. فقال لم يقضيه صيام الظهر وإن صام. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه، يعني قال لو إنسان تعمد الفطر فعلى ذلك هذا اليوم يقضيه؟ قال لا يقضي ذلك اليوم، ما يقضوش. طب ماذا يصنع؟ يبقى عند ذلك حسابه عند رب سبحانه وتعالى، حسابه عند رب سبحانه وتعالى. يبقى قال لم يجزيه صيام الدهر كله، فإن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. يعني بيتكلم إن يا ترى اليوم ده، قال لا يجزيه صيام الدهر، لو صام الدهر بأكمله يبقى لا يقضي عنه ذلك اليوم. وإنه حكمه يبقى على ذلك نتوقف، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه. نقول ده الحكم فيها، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في مسألة قتل صيد البر. يبقى قتل صيد البر يبقى عند ذلك هيبقى فيها المثلية، هيبقى فيها المثلية. إن عاد مرة ثانية فالله تعالى ينتقم منه، يعني كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وإن عاد فينتقم الله منه. ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول يبقى لو هو أصاب من صيد البر يبقى جزاء هذا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في الآية، يبقى فيها المثلية. طب يا ترى لو عاد مرة ثانية؟ قال إن عاد فينتقم الله منه. قال ليس له إلا ذلك، يبقى ينتظر انتقام الرب سبحانه وتعالى. لكن يا ترى يبقى ده فيها المثلية في المرة الثانية؟ قال لا، قال ليس فيها المثلية، ولكن هي توقف بالضبط كده زي مسألة القتل الخطأ. القتل الخطأ يبقى فيها دية لأولياء المقتول وفي كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. طب إن لم يقوى على الصيام يتوقف العلماء. طب يا ترى يطعم؟ لا، ليس فيها شيء. الكفارة وردت بهذه الصورة، يبقى في حدود كده لما يكون الفتوى في هذه المسألة. يبقى لو كان هناك من قتل خطأ، فقتل الخطأ يبقى في دية بتسلم إلى أهل القتيل، دي الدية ده حقهم، وفي بقى حق الرب سبحانه وتعالى بقى في كفارة. الكفارة عتق رقبة، إن لم يجد الرقبة يصوم شهرين متتابعين توبة من الله. طب إن لم يكن يقوى على الصيام يبقى ليس لنا تدخل بعد ذلك، ليس لنا تدخل، يطالب بذلك عند ربي سبحانه وتعالى. وكذلك زي مسألة يعني صيد البر، ففي صيد البر يبقى ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، وأنه من تجرأ وقتل الصيد متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، يبقى هيبقى في المثلية، يبقى يحكم بها ذو عدل منكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فانتقم الله منه. يبقى مرة واحدة، المرة الثانية يبقى نتوقف، ملهوش بقى فتوى هنا. ماذا نصنع؟ يبقى نمسك عن الكلام، يبقى كما قال ابن عباس رضي الله عنه. هنا أيضا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، يبقى لو صام بغير عذر ولا مرض متعمدا، لو أفطر متعمدا غير عذر ولا مرض، قال يعني يتوقف. لو صام الدهر بأكمله ليقضي ذلك اليوم يبقى لم يجزه ذلك الأمر، وبالتالي قال هو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذب.
وقال سعيد المسيب رحمه الله وكذلك الشعبي وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه، لكن لا يعوض فضيلة هذا اليوم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال أين المحترق؟ قال أنا، قال تصدق بهذا. يبقى من أفطر يوما من رمضان يبقى بصفة عامة تعمد الفطر بأي صورة من الصور، يبقى ده أعم. لكن هنا المسألة بيتكلم على المجامع، يبقى المجامع أساسا له حكم، فحكم ما هي حكم المجامع في رمضان؟ يبقى ده تعمد الفطر، يبقى لا يقضي صيام الدهر بأكمله وإن صامه. كذلك أيضا هذا المجامع في رمضان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه هذا العرق، يبقى مكتل كده وفي التمر، قال أنا محترق، قال أنا، قال أتصدق بهذا. فهذه المسألة ذكر أن هو الطعام، يعني ذكر مسألة الإطعام فقط ولم يذكر العتق أو الصوم. هل يا ترى المجامع كده لما يكفر يكفر بالطعام فقط؟ لا، دايما احنا يعني بنؤكد ان الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، رواية واحدة، لكن هو ذكرت عائشة رضي الله عنها وارضاها يعني حكم هذه المسألة بالنسبة لهذا الرجل. هو لم يكن عنده ما يعتق به رقبة ولم يقوى على الصيام، وبالتالي على ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق، وهو كان فقيرا، فعلى ذلك مكث حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمر فأعطاه لذلك الرجل يتصدق به عن نفسه. يبقى نقوله في المسألة هي ذكرت بس إيه يعني الواقعة مع هذا الرجل، إن الرجل ده لما كفر كفر عن طريق الطعام، عن طريق الطعام، فهي لم تذكر باقي الكلام ولم يذكر روي باقي الكلام. فهنا أيضا يعني الرواية التالية أو الباب التالي باب إذا جمع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه قال فليكفر. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال رسول الله هلكت، قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبا تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق المكتل، قال أين السائل؟ فقال أنا، قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لبتيها يعني يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. فيبقى هذه القصة يبقى كفارة وقوع الرجل على امرأتي في نهار رمضان يبقى في كفارة، وتأتي بهذا الترتيب، تأتي بهذا الترتيب، ليس فيها تخير ولكن تأتي بهذا الترتيب. يبقى عتق رقبة، إن لم يجد يبقى بينتقل إلى الأمر الثاني وهو أن يصوم شهرين متتابعين، إن يعني لم يقوى على ذلك هيطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا بهذا الترتيب، ليس فيها تخير، يعني لم يخيره بين العتق والصيام والإطعام، لا يخير فيها، ولكنها هذه كفارة على الترتيب ككفارة الظهار، إن ظهر رجل من امرأته يبقى على ذلك بيطالب بعتق رقبة من قبل أن يتمس، إن لم يجد يبقى ينتقل إلى الأمر الثاني وهو أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فإن لم يستطع هيطعم 60 مسكينة، يطعم 60 مسكينة. قال إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، قلنا ده أساسا لا يقوى على الصيام ولا عنده ما يعتق به الرقبة، رجل فقير بل ما ليس عنده ما يطعم به المساكين، فقال فتصدق عليه فليكفر. معنى الكلام أن هذه الكفارة لا تسقط بالإعصار، يبقى درجة فقير لو عنده ما يعتق به الرقبة وهو أساسا يعجز عن الصيام وليس عنده ما يطعم به المساكين، وهي دي كفارة أساسا، عتق رقبة
إيه إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يبقى يطعم 60 مسكينا. كل ده أساسا يعني مفقود بالنسبة لهذا الرجل. هل تسقط الكفارة بالإعصار؟ فمقصد الإمام البخاري رحمه الله قال فتصدق عليه فليكفر، معنى كده أن الكفارة لا تسقط بالإعصار، يبقى هي معلقة في رقبة هذا الرجل، في ذمته، معلقة في ذمته، يبقى لا تسقط بالإعصار. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال رسول الله هلكت، قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا الكفارة إذا وقع رجل على امرأتي في نهار رمضان فما كفارة ذلك؟ قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك القول، يعني لم يكذبه فيما يقول ولكن قبل منه ذلك القول. هل عنده ما يعتق به رقبة؟ قال لا. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رجل جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. يبقى الرجل أساسا يعني بين أنه لا يملك شيئا، حتى إطعام 60 مسكين لا يملك من ذلك شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه الكفارة، ولكن أجلسه إلى جواره حتى إذا أتي هذا العرق من التمر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وقال له خذ هذا فتصدق به، خذ هذا فتصدق به. يبقى ده تبقى الكفارة، يبقى ملكه هذا الكلام وحتى يدفع هذه الكفارة ويطعم يعني هذا العدد من المساكين. فقال رجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. يعني يشكي حاله أنه فقير تماما، فقير، وإن كان ده هيتصدق به على المساكين والفقراء هو أفقر، هو في حاجة وفي عوز شديد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنياءه ثم قال أطعمه أهلك، قال أطعمه أهلك. فيا ترى هل يبقى دي الكفارة؟ يبقى بتأتي على الترتيب. وكذلك أيضا يعني الظاهر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه الكفارة لإعصاره، يبقى كان بننظره إلى حال اليسر. وبالتالي لما ذكر رجل الحاجة إلى الطعام فقال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فالبعض قال أنه يبقى أطعمه أهلك يبقى كفارة بحيث أنه يطعم أهله ولكن لا يطعم منه شيء، يبقى كفارة دي لنفسه لا يطعم منها شيء ولكن جاز أن يطعم أهله، أنه الفقراء يحتاجون، الفقراء يحتاجون، لكن هو أساسا لا يأكل منها شيئا. أو أنه يطعمه أهلك ويأكل منها، أي أنها كأنها صدقة أعطيت لذلك الرجل، حتى إذا كان حال يسار يبقى أخرج الكفارة عليه، يبقى لم يسقط الكفارة بالإعصار وأعطاه ذلك الطعام، قلنا لحاجات للطعام، يبقى كان تصدق به عليه عشان هو يخرجه ككفارة. فلما اشتكى وبين حاجته الشديدة إلى الطعام قال أطعمه أهلك، يبقى كأنها صدقة عليه، لكن هذا لم يسقط الكفارة، يبقى ينظره حتى حال اليسار فيخرج هذه الكفارة. يبقى هذه الكفارة تعلقت بذمة ذلك الرجل، متى وجد يبقى أخرج ذلك الطعام أو يعني أخرج هذه الكفارة. قال أيضا في الباب التالي باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويك؟ فذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخرة وقع على امرأة في رمضان، فقال هتدعو ما تحرر الرقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتدعو ما تطعم به 60 مسكين؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر هو الزبيل، فقال أطعم هذا عنك، قال على أحوج منا، ما بين لبتي أهل بيت أحوج منا، قال فأطعمه أهلك.
فالإمام البخاري رحمه الله بيرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أطعموا أهلك يبقى لم يسقط عنه الكفارة بالإعصار، وقال أطعموا أهلك أي لا يطعم هو منها شيئا، يبقى لا يطعم الإنسان من كفارة نفسه ولكن يطعم أهله لأنهم محاويج. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، يبقى بيرى عدم إسقاط الكفارة نتيجة الإعصار. ولما ملكه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام يتصدق به عن نفسه يبقى عشان يكون كفارة لهذا الذنب الذي وقع فيه، قال أطعموا أهلك أي يطعموا أهله لأنهم محاويج يحتاجون إلى ذلك فقراء، ولكنه لا يطعم هو من كفارة نفسه، لا يطعم من كفارة نفسه. والبعض قال توجيه أنه أطعموا أهلك يبقى كصدقة وليس يطعموا أهلك ككفارة، والكفارة ما زالت متعلقة في ذمته في رقابته وذمته، يبقى متى كان حال اليسار يخرج هذه الكفارة. فلذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله إذا جامع في رمضان ما حكما أفطر عمدا يبقى لم يقضيه صيام الدهر وإن صام، يبقى لو أفطر عمدا بأي صورة طعام شراب جماع تقي عمدا دي كلها يبقى تعمد الفطر يبقى لم يقضي صيام الدهر وإن صام، يبقى ده المسألة بيشدد في هذه المسألة. الأمر الآخر يبقى ذكر كفارة من جامع في رمضان وجب عليه الكفارة وأن تأتي بالترتيب وليس فيها تخير، تأتي بالترتيب وليس فيها تخير. هذه الكفارة يعني متشابهة مع كفارة الظهار، يعني الكفارة دي متشابهة مع كفارة الظهار، لكن الفرق إيه؟ ما الفرق؟ يعني في هذه الكفارة قال يعتق رقبة، في كفارة الظهار قال عتق رقبة من قبل أن يتمسى، هنا يصوم شهرين متتابعين إن لم يقوى على عتق الرقبة، في كفارة الظهار يبقى لم يقوى يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى. يبقى الفرق ما بين الكفارة وأنها متشابهة هو نفس الحكم هو يبقى عتق رقبة، إن لم يستطع أو لم يكن عنده ما يعتق به الرقبة انتقل الأمر الثاني يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، هي نفس كفارة الظهار بالترتيب كده عتق رقبة ولكن من قبل أن يتمس في الظهار، هنا برضك يعني أو إن لم يقوى على ذلك لم يكن عنده ما يعتق به رقبة يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. يبقى ده أدي الفرق ما بينهم على الرغم أن هي كفارة وقوع رضع امرأته في رمضان متشابهة مع كفارة الظهار، لأن في كفارة الظهار يبقى عتق الرقبة من قبل أن يتمس صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، هذا يعني يعني بالنسبة للظهار، لكن هنا يعني عتق رقبة عتق رقبة متى وجد وبالتالي إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، في الصوم شهرين متتابعين يصيب من أهله ليلا يصيب من أهله ليلا، لكن غير كفارة الظهار لا يمسها أبدا لا يستمتع بها أي نوع من أنواع الاستمتاع حتى يقضي هذه الكفارة في صوم الشهرين المتتابعين. أيضا كما قال الإمام البخاري رحمه الله إذا جمع في رمضان ولكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، يعني ممكن الإنسان ما يكونش مالك للكفارة ولكن يملك هذه الكفارة، يبقى فلان ده عليه كفارة يبقى حنث في يمينه يبقى ممكن نملكه ما يكفر به إيه إلا ما يستطع، يبقى هو يطعم 10 مساكين هنديله يطعم 10 مساكين، قد يكون يقوى على الصوم كبير في السن ولا يقوى على الصوم، ما هو لو كان عاجز عن إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين بعد ذلك بينتقل إلى مسألة الصيام مسألة 3 أيام، لكن عسى أنه هو مريض مرض شديد ولا يقوى على ذلك أو وصل من السن ما لا يقوى من خلاله على الصوم، يمكن نملكه كفارة نملكه كفارة. هنا كذلك هذا لم يقوى على الصيام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوى على ذلك لم يستطع ليس عنده ما يطعم به المساكين فملكه الكفارة، يمكن نتصدق على هذا الفقير لكي يكفر، لكن هي لا تسقط بالإعصار، يبقى دي متعلقة بذمته وبرقابته متى كان اليسار يبقى كفر. أنا أيضا قال الباب الثالث المجامع في رمضان يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، يبقى يرى ذلك الإمام البخاري
رحمه الله. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الحجامة والقيء للصائم. باب الحجامة والقيء للصائم، هل يفسد بهما الصوم أم لا يفسد؟ وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام رحمه الله قال: حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وكذا قال عكرمة رحمه الله: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى رضي الله عنه ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة رحمه الله: كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لعياش: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم واحتجم وهو صائم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. كذلك رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ثم ذكر رواية عن ثابت البناني رحمه الله سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابا: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله على هذه الأثار وتلك الروايات، قال: باب الحجامة والقيء للصائم، أي هل يفسد بهما الصوم أو لا يفسد؟ يفسد الصوم بالحجامة أم لا يفسد؟ هل يفسد الصوم بالقيء أم لم يفسد؟ فترجم هذه الترجمة وذكر هذه الأثار وتلك الروايات. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.